أما قضية سفر نور زهير هذه مو الأولى، وأنا قلت لك إياها أنه سافر قبل ما أن يرفعون الحظر أسبوع العماني ورجع، يعني فعادي سافر ترى يرجع يعني مو عبالك. قلنا بلكي العمان يعني مثلا باع له كم ملك هنا، عمارة، قراج، هيك شيء، بس ما ندري، طلع كل شيء ممسوك. يعني هو شوف هو هم يعني أنا قبل قليل كنت أتصل مع أحد الأخوة اللي مطلعين على هذه القضية أي. يعني فقال لي كل الإجراءات اللي قاعد تصير إنهم رفعنا الحجز عن 55 عقار من أجل التصرف بها والتسديد. حلو. من سألت إيش قد واصل مبالغ مالية للدولة، قال لي فقط 400 مليار أعتقد اللي واصله فقط للخزينة اللي مسلمة. أي. يعني حاليا نور زهير، اما المبالغ الباقيه للدمكه هو حاليا يريد على اساس في هذه الحركه برفع الحجز انه يبيع بقيه العقارات ويسدد. انا هذا الملف في اول يوم ظهرت به وقلت لك في وقتها هذا تحليله انه هذول وراهم شخصيات وزعامات ما ممكن أن يذكروا في ملفات التحقيق ولا يمكن أن يذكروا في الإعلام، لهذا سيتم تهدئة الأمور وإخراج نور زهير ومحاولة إعادة